الجديد سرمد هو أن الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. هناك وصول عدد من الشهداء في آخر 4 ساعات وفق ما تقول وزارة الصحة، استقبلت قرابة 50 شهيد أو 70 شهيد وفق ما تقول وزارة الصحة في آخر 3 ساعات فقط جراء الغارات الإسرائيلية المتفرقة على قطاع غزة. في هذه الأثناء أيضا سرمد، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق القنابل المضيئة على طول السياج الحدودي، على ما يبدو أنها في إطار عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. نعلم جيدا بأن هذه الحدود شهدت توترا خلال الأيام الماضية، وفقدت خلالها السيطرة على السياج الحدودي الفاصل ما بين قطاع غزة وإسرائيل، وبالتالي امتدت هذه العملية إلى أن عادت قوات الاحتلال وسيطرت سيطرة نارية على منطقة السياج الحدودي عبر القصف الجوي المكثف لهذه الطائرات في قطاع غزة. أيضا سرمد، حتى هذه اللحظة لا زالت الفرق العاملة في الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تجري عمليات بحث عن ناجين في المنازل التي هدمت. نعلم جيدا بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة مجازر مروعة وهدم منازل مكونة من عدة طبقات على رؤوس ساكنيها. في معظم المنازل كانت تتواجد أعداد كبيرة من الشبان، من المواطنين والشبان وصغار السن والأطفال، وكلهم كانوا يجلسون في بيوت آمنة إلى أن بغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية وأسقطت هذه المنازل على رؤوسهم. الصورة بشكل عام هي صورة مأساوية جدا، واقع إنساني يتدهور ويزداد تدهورا. دخولنا الأسبوع الأول وأسواق قطاع غزة لم ترفد بأي مواد غذائية، لم ترفد بالاحتياجات الإنسانية. معبر كرم أبو سالم الذي يزود به أو يتزود به قطاع غزة بالاحتياجات والوقود لم يدخل منه أي شيء صادرا أو واردا. حتى بوابة صلاح الدين أو معبر رفح البري لم تسمح إسرائيل بإدخال أي شاحنة من شاحنات المحملة بالإغاثات والمساعدات أو حتى البضائع الخاصة بالقطاع الخاص. وبالتالي كل هذه المعطيات تشير إلى أننا أمام واقع صعب في غزة يزداد تدهورا يوما بعد يوم، في ظل الاحتياج الكبير وفي ظل الدمار الكبير أيضا للسكان. وستكون بلا شك استمرارية هذه العمليات العسكرية لفترة أطول، سيكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة على الواقع الإنساني داخل القطاع. عبد الله، فيما يخص النشاط الإنساني ويعني حديث الصليب الأحمر عن صعوبة التنقل وصعوبة الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدة والإغاثة، هنا يعني هل يرصد أي نشاط إنساني فعلا في داخل قطاع غزة، وما هو مستوى هذا النشاط؟ يعني النشاط الذي يتحدث عنه أو تتحدث عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو نشاط تنسيقي لفرق الهلال الأحمر العاملة في قطاع غزة. نعلم جيدا بأنها يعني تواجه الكثير من المعيقات، خاصة إذا كانت أعداد المصابين أو الجرحى أو الضحايا كانوا في مناطق بعيدة نوعا ما. يقومون بعملية تنسيق خاصة لهم مع الجانب الإسرائيلي لتمكين هذه الفرق من الدخول وانتشال ضحايا أو جثث من منطقة ما. لكن حتى الآن الدور كما ذكرت يقتصر على الجانب التنسيقي. لم تنجح هذه المنظمات حتى هذه اللحظة في إدخال شاحنات مساعدات أو قوافل من المساعدات الطبية أو الإغاثية لتزويد المشافي وتزويد الأقسام داخل المشافي بالكثير من المستلزمات والإمكانيات الطبية. وبالتالي نحن نتحدث عن عجز أو شلل شبه تام يسود كل شيء في داخل غزة. التحديات الأكبر تعتمد على درجة واحدة، وهو أن يكون هناك بالفعل موافقة إسرائيلية وأن يكون قرار إسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات والمستلزمات حتى لا يحدث الانهيار الكبير لهذه القطاعات الحيوية رغم في أن داخل الصليب الأحمر قطاع غزة. عبد الله يقول إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يخرج عن السيطرة.